معنا اليوم بمدينة الكرك الأبية، هاي المدينة اللي اشتهرت طول عمرها بالتاريخ والحضارات والثورات وتعتبر من أكبر المحافظات بالأردن. هل عم تلقى الاهتمام اللي إحنا المفروض نعطيها إياه؟ إحنا منيجي هون سياحة، نشوف قلعة الكرك، ننبسط، ناكل منسف، نعمل حالنا ونروح على عمان. بس لو شفنا الطرق الداخلية وباقي القرى رح نلاقي إنه في شوية إهمال. إحنا ما منتهمش حد، بس الفكرة إنه هاي من مسؤوليات وزارة الشؤون البلدية أو المشهورة بوزارة البلديات. يا ترى وزير اليوم رح يعرف يحل بعض من مشاكل المحافظات وتحديدا الكرك ولا لا؟ خلينا نشوف. حابب يشتغل وزير الشؤون البلدية يجي يشرفني هون. وزير الشؤون البلدية اللي هو معروف به وزير البلديات. بدك تطوع؟ نمرة حمرة، حصان الدبلوماسية. دلع، انت ليه مكشر يا زلمة؟ شو شباب، مين حابب يشتغل وزير؟ ما حد حابب يشتغل وزير؟ اوف، فش متطوعين. يا ويلي، اول مرة اشوف ما حدش بده يشتغل وزير. خلص على هونة، على دو خلص، معنا وزير. تعرف باسمك؟ عادل. عادل؟ حياك الله سيدي. نركب له. هسا انتو مش حابين تتطوع وتكون وزراء؟ ماشي، على عيني وعراسي. اللي عنده شكاوي راح اعطيه فرصة يجي يشتكي لمعالي الوزير عادل الشوالي. اسمها مهزلي. شوية واحد بقول لك بالشارع وزير. إذا الوزراء ما سووش، النواب ما سووش، يا رجل انت وش لك فيه؟ عبد الله السور ما سووش، عاد وين بيسووش؟ يا رجل ما عليكم، بركي نسير انا القاهي. سيدي، وزارة الشؤون البلدية مسؤولة عن تحسين أحوال المحافظات. نعم. من ضمنها الطرق الزراعية، أحوال الصرف الصحي، المجاري اللي بنشوفها طافحة هاي كل شوي. المشكلة اللي أنت طلعت من نصيبك سيدي هي وجود ضعف في دخل المحافظات، وخلينا نحكي على مستوى الكرك تحديدا عشان ما نشدش كتير. في دخل محدود وضعف بالاستثمارات اللي بتيجي على الكرك، وبالتالي إيش بيترتب عليها؟ بتصير أحوال الطرق سيئة، بيصير فيش مصاري للتصليح، بيصير فيش توسيعات، فيش طرق زراعية. من المخالفات نكثرها على المواطنين في محافظة الكرك البلدية. نكثرها على المواطنين؟ نعم. طيب زي شو؟ يعني البسطات، المحلات. نعم. كل الناس هاي بدنا نظن نخالف فيها. نعم. مثل المنتزهات للمواطنين والهاب بدنا نستثمرها لموظفين البلديات والوزير البلدي. كيف؟ مثل منتزعين صارة مثلا نستثمرها انه احنا بناخذها كبلدية وبنشتغل فيها. يعني بتصير الدخل على المنتزهات المصاري مثلا. مصاري للبلدية. طب معليك هسه، يعني الناس مش مستحملة، ما انت ما احنا حكينا فيش دخل وفيش استثمارات بالمحافظات، فبالتالي الناس تعبانة. فمن انت اذا بدك تحارب احنا نتعبهم مشان ما يحكوا من مرة. احنا هذا اللي احنا بناويين. انت معليك ناوي على شر يعني. احنا هذا اللي سياستنا. احنا كيف معليك يعني احنا داخلين على 15% تحت خط الفقر و 14% بطالة؟ الشباب بتحمل هاي. هذا مواطن طل ما شاء الله عليها في 120 كيلو كويس، يعني بعد ما صار عندنا ضعف مثل السودان والصومال بدمر. انت مش عم بتحل المشكلة، معليك انت عم بتزيدها. عادي. لا عادي عادي، مش عم تقنعني، ما اظنش انه عم تقنع حد بس يلا. شباب، مين عنده شكاوي لوزارة البلديات؟ تفضل سيدي، تعال لهم. يا سيدي انا بشتغل في البلديه. نعم. مياومه الي 3.5 سنين كباية حد ما في. ايش الحد؟ نشتغل هاي، انا سايق طاحنه وسماي العامل الوطن. الي 3.5 سنين مطالب بقطع راتبي 180 ليرة. مية صحة لما بدقق فيه ما بكفي. اسمع، بلديه ما في ورئيس نايم في الدار، ولا حدا دار على حدا، وما حداش ميك الهواء غير اللي زينا. مياومه اللي راتبه 180 ليرة. هيك صح. شكرا. السلام عليكم. هيك ما عندنا تخطيط لهاي المشاكل في هذه البلد. ايش الخطه؟ سبل المثال بلديه عين صاد عندنا 850 موظف بداوم من عندنا في الشهر منهم 30 موظف. تخلصوا منهم؟ لا، عندنا هذول بنروحهم قرايبنا وعيال عمنا. يعني انا عيال عمي
اخليهم يجوا يداوموا؟ لا خليهم يعطلوا يعني الموظفين هذول اللي ما لهم داعي، بدك تروحهم؟ لا عندنا في البيوت بنخليهم قرايبنا. عمال الوطن كلهم من المغتربين، نتمنى ان يكونوا من عمال من الاردنيين. حجي وصلت 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 وصلت، يعطيك العافية. يعني بدنا نعين ناس عمال وطن 14 يوم. طيب. 14 يوم حلو. 14 يوم نعطيهم 180 ليرة بنشيلهم بنجيب غيرهم، بنشيلهم بنجيب غيرهم 180 ليرة. والله حلو. ويروحوا يحلوا عنا. يعني انت بدك تبدل البطالة كل شوي. شغل فترة وقعد فترة. طب ما عليك بس سؤال، مش انك تجيب ناس تستثمر جوا المحافظة اسهل؟ بلدية الكرك الكبرى 850 موظف، يعني بداهم عنا 10 مثلا. منطقة الشابية فيها ناس ما بداوموا من مرة ليه سيدي وسنتين. سيدي معليك انت عم بتلفلفني وعم بتضيعني. يعني احنا بنراعي المواطن والموظف. أنا بدي يا سيدي يا معليك يا معليك انا بدي حل. قال لك في عمالة وافدة وفي بطالة مقنعة، ناس قاعدة بالمكان تشتغل بتاخذ راتب على الفاضي. صح صح. الحل سيدي احنا بدنا نطلع مثلا على الدول الفقيرة جدا جدا نجيب منها عمال ابسط. نجيب عمالة وافدة فوق العمالة الوافدة. ارخص ارخص. شباب لانه احنا خلصنا، اللي شاف انه معالي الوزير عادي الشمالي حل المشاكل اللي عرضت عليه والمشاكل اللي حكيتوها يرفع ايده. هاي اللي صاير في الكرك. اللي شاف انه معالي الوزير ما حل اشي يرفع ايده. معلش مع الأسف أنت ما أقنعت الناس صراحة، أنت ما أقنعتني أنا شخصيا. أنا كسبت التقاعد. معليك كسبت التقاعد وكسبت المقابلة وكسبنا معرفتك. الله حيك. بصير نعطي زكفة. معالي وزير شؤون البلدية مهنة مش سهلة، وأكيد في ضغوطات على هاي الوزارة، بس نتمنى إنه تكونوا سمعتوا هاي المشاكل وسمعتوا هاي الشكاوي. وعلى فكرة في شكاوي كتير إحنا مش قادرين نأخذها من كثر الضغط، لأنه وقت الحلقة ما بيسمح لنا. بس لو اي مسؤول نزل هون وسال عن هاي الناس وسال عن شكاويها، انا متاكد انه راح يسمع اكثر بكثير من اللي موجود بالورق وبالملفات وبالدوسيهات. بنشوفكم بالحلقه الجايه.